من زهو أبقى من بعد زهو
وش حالك من همك وي صهد النيران نشد على الحباب ودموع وسكيب لحبيب يخبر لحباب بالقضية Yeah.
سويوب سويوب الماء والنواير وهي تدور يا لالن يا لالن والشميسة تدوب وتتخبى يا لالن على تلك الشجر يا لالن يا لالن والشميسة تدوب تلك الشجور يا لا يعطيك الصحة عبد الرزاق قليف. عبد الرزاق قليف خدمنا عروبي كتبو الشيخ الكبرطي في 1834 كان في السجن، والكبرطي هذا كان مفتي في الجزائر العاصمة ونفاه الاستعمار الفرنسي. نصر الدين قاليز، حبيت تقول حاجة على عبد الرزاق تقرديشة ولا؟ في الحقيقة يعطيك الصحة، واش كان قدامنا درك عبد الرزاق قنيف، يعني واش خدم درك يعني باش يعني نفيدوا، والأول عندنا القليل اللي عندنا واللي عنده شيخنا واللي عندكم انتوما، يعني نسيو في هذه الحصة هذه باش نفيدوا الجمهور، يعني ما معنى هذه القعدات، يعني كيفاش يعني كاين شغل كاين يعني نوع ولا كاين ستيل تاع الخدمه كيفاش يتم الخدمه، علاش نديروا المصراف علاش باغ اكزومبل نعطي يعني تسلسل من انواع النوع هذا كما كنا نقولوا قبل، يخدم خدم يعني خدمه كلاسيكيه يعني عروبي فهم خالص وكذا، يعني باش نضيف يعني هذه الكلمه، الناس تقول يعني كاين فرق حبه، الناس كاين الناس اللي كانوا شادين احتكار تاع الفن الاندلسي هذا، انا نقول الاندلس هذا مش احتكار لاشخاص معينين، يعني هذا الاندلس هو كيفاش نقولوا يعني باتيمون ناسيونال، تراث وطني اللي كاع الجزائريين يسالوا فيه، دونك يقول لك يعني يحبوا يفرقوا بين شعبي الاندلس، يعني هو لو شعبي تنديري في الاندلس، يعني هو من بعده الاندلس، على كل حال الاندلس هو شعبي وشعبي هو الاندلس. نصردين قاليز الشعبي والحوزي ولا يخضع للطبوع لهذا الطبوع هذو يا طبوع اندلسيه، يعني كيفاش يعني تدخل التراث الوطني هنا تاعنا بعد سقوط غرناطه، كانوا ثلاث مدارس في الاندلس اللي يعني نعطينا يعني لمحه هنايا، كانوا ثلاث مدارس منهم شيبيليا تي في، منهم المدرسه الغرناطيه غرناط، ومدرسه القرطبيه يعني قرطبه، وبعد سقوط غرناطه سقوط الاندلس الفن هذا بما فيه من يعني رسم وتشكيل وتشكيل عمراني ارشيتكتير كاع دخل، وين راحوا يعني وين قريب يعني الشواطئ المغرب العربي تونس المغرب الجزائر، تونس المغرب الجزائر اللي احتفظوا بهذا الفن، نشاهدوا يعني احنا نشوفوا في بجايه باريزوم يعني كي ندخلوا غير الوطن الجزائري تلقى يعني الاندلس هذا ولا الشعبي وين في بجايه في مستغانم في تلمسان في الجزائر العاصمه وضواحيها، يعني كل وين كاين كل وين كاين يعني الشواطئ واحتفظوا به، علاش نشوفوا يعني حتى الشكل هذاك النقش يعني المعماري ولا النقش هذاك فوق السيما تاع النحاس ولا يعني تلقى جدودنا محتفظين به كيما احنا احتفظنا الجدود تاعنا احتفظوا بالفن الاندلسي هذا. من بعد يعني باش ما نتقرعنيش، من بعد يعني عوام بعد عوام فيهم الشيخ تاعنا رحمهم الله نشفاو لهم حنا كيما شيخ الناظور، منهم جا العنقاء كون هذه يعني عندك لمحه انت تزيد هنا، يعني كيفاش حتى لقب باسمية الشعبي هو اندلس، هاك واش كان يخدم قبيله عبد الرزاق النيف اندلس، يعني ممكن بداو التوشيه والمصرافات حتى الطوبع كما كنا نقولوا الرمل والرمل المايا والزيدان والغريب ما نعرف الى كتاب يا صاحبي الى القليل. تفضل سعدي. وش سعدي؟ هو قال على الشعبي، انا حبيت نقول بلي تسميه الشعبي جات من طرف بودالي سفير، كان هو موسيقار كبير، وكانوا الفرق في التلفزه الوطنيه كان الجوق العصري، جوق قبائلي، جوق اندلسي، وزمان كانوا يقولوا هذا الفن هذا مغربي ولا الملحون، وباش يفرقوا ما بين الاجواق
الجوق هذايا عطاو الاسم تاع الشعبي، ومنان ولات الناس تسمي هذا النوع هذا الموسيقى الشعبيه اللي كان احنا نقولوا شكون شعبي هو العنقا، والعنقا هو شعبي، وسي حسين السعدي كان تلميذ الحاج محمد العنقا. شعبي العنقا شعبي بزاف الناس خدموا فيه. يعني نقدروا نقولوا بلي كاين انواع واحد اخرى يقولها شعبي، كيما البدوي شعبي، كيما كل فولكلوري يقولوا له شعبي، ولكن هذا شعبي عاصمي اللي جا من الاندلس. مثلا كي تاخذ شيخ حماده مثلا، مثلا شيخ حماده بدوي، بدوي تاع كلمات شعر الملحون شعبي. مصطفى حبيت نسقسيك على القهوه ولا تاهي؟ واش نسقسي نفسي يا هل ترى غنيتها يا هل ترى قهوه ولا تاهي؟ على كل حال كل انسان ولع، يعني ولع لازم يخدم، يجوز على المرحله هذه اللي تاي ولازم نعطيك لك نصره لك واحد العرس. كنا خدامين وعلى بالك العرس ديما مشطون، يقول لك العرس عمرك ما تلومي. لحقت بعدين ما حطينا لا قهوه لا تاي. فهمت كيفاش؟ غنيت له جا مول العرس غنيت له قهوه ولا تاي. انت وكم انت فكرتوا. ما لوموهمش. وهذا الشيء صرا صح. هذه معنى مول العرس قهوه ولا تاي، تفكر مسكين راح جاب لنا قهوه. يقول انا قصيده هذه تاع القولات ولعت به صغير يقول لك حد شعبي ملتزم بالمعاني. ايه يقول لك الا بتفهم المعاني ويقول لك الحب واسع سبحان الله العظيم. الناس كاع الفنان دوك الفنان لازم يتكلم بالمعاني، وكي يتكلم بالمعاني ماشي معناتها راه يستهزا. الامام باش يهضر، الامام باش يهضر كلام ربي وكلام راسو هكذا. وحنا الفنانين يهضروا بكلام الفن تاعهم، يعني المعاني تاع الشيخ رحمه الله من اخره. حبيت نضيف كلمة إذا تسمح لي الإخوة اللي قالوا قبيلة، يعني شاطروا في الرأي من جهة، ومن جهة أخرى حبي يقول ما معنى بين الأندلس والشعب ما كانش فرق، حبي يقول ما كانش فرق في ميدان طوبوعي. والعنقة رحمه الله هو دار البصمة يعني ديالو كما يقول مثل خالد تعرف، هذا ما كان يتم، هذا ما كان يعني يقول عدو تبعوا الشرع، وإنما باز هو الأندلس. مش نعرف لا أساس هو الأندلس، مش نعرف اسمه الشعبي وليد الاندلس، هذا ما كان. واش قلنا مثلا على الحاج مرزق؟ لا الحاج مرزق قال محسن الشعر باش نعرف الباو كيما كان. سمعت به؟ علو؟ سمعت به وغنيت بعض من القصائد اللي اداهم كيما يا القاضي، كيما الله يهدي عذروني، كيما فهو ولاتي مثلا بلا خلطه وربحت الاعتزال الى اخره. بعض من القصائد اديناهم تاع الحاج مرزق رحمه الله. يعني وعدنا حتى تصوروا، وعدنا تصوروا يعني تصور ديالهم. وسادات كش ما يعرفوا على الحاج مرزق؟ مرزق يعني سيت ان سامبول لنا هنا، معروف كما تقول هذيك تاع بلاصتو في طور الحبيب زال القهوه ولا تاي اللي معروف بها بزاف. يعني برك باش نهضر على القهوه ولا تاي، القهوه ولا تاي هذه يعني قصيد هو اللي راه الجينيريك تاع الصعبي ديالنا. قهوه ولا تاي قصيد، يعني تشوف هنايا المعاطيه مخاصمه بين القهوه ولا تاي. الاخر يقول له لا تاي، يقول القهوه انتيا مرعوبه حتى الطيسان تاعك مخدومين من الطين، ورخيص سومك وزهيره، رخيص سومك وما كانوا انت خديمك حلوش يعني قروه هي تعاود تعايرو. قول له انت لا تاي ما تصلح غير للبعير تاكل لك، فيك غير الكيسان هما وشباع شابين هما ما كان والو. يبقى مخاصمه والله فيروحوا للشرع القاضي، القاضي يعطي الحق لا تاي. علاش يقولوا انت قصايلك انت يا يعني تحبط جميع الماكلات الثقيله وتداوي العليل من المرض والسقيم نتاعو، يعني فيه منافع. وقبل هذا يعني لاتاي قديم على القهوه، لهذا القاضي يعطي لاتاي، ومن بعد القهوه ما يحجبهاش الحال وتقوم تقول انت يا قاضي ما فيهاش منك انت يا منافع سيزن ان شاء الله. ما تخدموش؟ لا ما نخدموش. علاش؟ لا ما نمشيش تريت شوف المعدل. حسين السعدي رسام ماهر كبير ومعروف، معروف معروف في الساحه الفنيه، وحضرت حضرت لواحد واحد الحفل وين قدم حسين الرسوم ديالو، وكانوا الناس تعجبوا في الفن ديالو،
وحسيت ندرك نطرحوا عليكم ونقدموا لكم بعض الصور ريبورتاج لحسيس السعدي. نشوفوا كيفاش يرسب ونشوفوا الخدمه ديالو. تفضلوا معنا باش نشوفوا الريبورتاج. تعرف الفيل؟ كنت صغير على كل حال. كان عندي اخويا كان رسام مليح مصطفى الله يرحمه، وانا كان يسبق قدامي في الدار هكذا، يسبق سباق هكا من الباك الضيق شويه هكذا هو يسبق، وانا منين ذاك تمنت راسبوك وسكي فيه ايه بشويه بشويه هكذاك شويه كما هو كوراجي قال لي فوق كونتيني وبديت العقل شويه شويه على البنات والحبابي والناس قالوا لي لازم تزيد تكمل في لي بوزار باش تعلم اكثر. رحت لي بوزار دخلت مده عامين من بعد النيفو انتلكتويال تاعي ما ساعدنيش باش نكمل للكافاس. خرجت من لي بوزار تعاقلت برسامين مثل سمسوم بوزيد، هاد الرسامين هادو عاونوني وقالوا لي راك في مستوى لاباس، يما لازم تجي معنا لينات لينيون ناسيونال ديال بلاستيك، سنيو عليا لازم يسنيو زوج، سنيو عليا دخلت كون مومبر دو لينات. ما هي في الحق؟ حنا كي حلينا عينينا كنا صغار زدنا دون زان طابلو تاني اللي هو القصبه. القصبه هادي فيها لي كونتراست لي لوميير سابوج يا دي جون حومه مظلامه تسيب واحد مره طالعه بحي كبير سي تان بليزير سي نوت دو ميوزيك اون بيتا فرق براسك السما تسيب الحال زرق هادوك لي بوتر بوا تاني يعني تسيب سي تان طابلو تاني والرسام اللي انا نظن كسوا فينيز ولا لا كازبا هاد لي زوندروا بحال هادو رسم لي زيد في هذاك الشيء اللي يحب الرسم يولي رسم لابد عليه ولا رسم. انا ما نقولش راني رسمت وين بصح نخلي الناس هما يتكلموا عليه. كل رسام عنده على كل عرسام بلد رسام مي انايا نتكلم على روحي القصبة مع لي زوكر ديالها والبيض تاع النيلة والبافي رايح دون لي فير تطلع السوارج الفوق سيدي باش الفوق فيها السوارج تدومين للبحر بلو ميديتيرانيان هذاك الشغل تشوف السطوح
تو سا انايا جابي سيرتو لي كونترول لا لوميير دون لومبر لومبر دون لا لوميير سافو دير كو ميم في هما كحله صباح في الكحل لازم كيفاش الريون طول يدخل يقاس بالك واحد يبدا القدره وهذاك اللي دار القدره هو يبدا الحشيش وتصيب الحشيش هذاك دون لي زان فيري ميرون شوف طوماطيش حمراء روج فيرميون تصيب الشاشيه نتاعو انكرونا اي لابيمون تو سا سي سي او كي بوز رابين سي لا ماتي ماشي يعني نتسناو تيوريكمون ولا كتابات شاك بنت ابورت سا كونتريبيسيون pour enrichir la pierre. رحنا يعني راح تشفت تلمي بحال خوتي كاش هذي فيها ريبيتيسيون ولا حاجة ديريكت لا رحمة قال لي قال لي هكذا براسي أو بلاني ميت ما عرفتش باش تجيب ما عرفتش باش تجيب جيت خدامه قال لي اخبرت كنت فوالا واش نقول لكم يعني حسيت روحي راح نقول لك دقيقة غادي كنت بنت قلبي معدوم من هو عندكم الزين قلبي معدوم من هو عندكم الزين أوراني يا سامحي من حسيتاني فينالمون جاي ان ساتيسفاكسيون لي شيخ رضى عليا سيتي ان كرون يعني لا توش فينال ديالو غيور على ولادي على الطبع الله يرحمه بك صحيح انا عجزت ما صبت شو نقول ما عندك صحه الصور ما يدوم راه يفوت كيف المنام انا فيها واش حبيت تقول احنا كبرنا يا شيخ كبرت واقف واش تقول مصطفى كبر هو مازال هو حسيسن ما يكبرش فهمت حسيسن كنت نسقسيك قول لي كيفاش جاتك هذه الفكره هذه باش تمارس هذا انا شفناك هدرت لنا شويه في الريبورتاج هي في الحقيقه انا زايد في عائله وين فيها رسام وفيها مغني شعبي واحد فيهم الله يرحمه رسام الله يرحمه وانا صغير ندش هكذاك درت لهم عرسه سرقت لهم كلش سرقت الفن وسرقت الرسم سرقت الاغنيه الشعبيه وسرقت من الرسم هما راهم على كل حال كاين اللي مات وكاين مازال حي قصر شويه وانا قلت صح اخترت هذه المهنه هذه باش نصدم على الصح والرسم هذا ساكن فيا كي شعبي صح قول لي يا هل ترى الموسيقى تعاونك باش ترسم ولا الرسم يعاونك باش تأدي أغنية باش تلحن شوف كي كون نتكلم على الموسيقى ولا نكون مارس في كاش موسيقى كاش ما نخطفو قصيد ولا نحفظو ماذا بيا ما نشوفش الصبيغة وكي كون الصبغ ماذا بيا ما نسمعش الشعب هاي تفرق نفرق بيناتهم خاطش يتخاصموا كان نسخهم انت كما يقولوا فنان انطباعي انطباعي امبرسيونيست امبرسيون لا بينتور امبرسيونيست اوكوتو نعم ماهوش بالبانسو اوكوتو
وقل لي يا هل ترى كاين انا كيقول في الموسيقى، الموسيقى كاين طبوع، كاين رمل المايا، كاين زيدان، كاين كاين الغريب، وفي الموسيقى وفي الرسم كيف في الرسم كاين لو كوبيزم، كاين لابستري، لامبرسيونيزم، ليكسبرسيونيزم، نقدروا نقولوا بلي هادو الطبوع تاع الطبوع كيما حنا في الشعب. حبيت قنيف عبد الرزاق قنيف اللي راه نسمع له من قبل، اسكا عندك هل ترى عندك موهبه واحدة اخرى؟ هي حقيقة ما عنديش موهبة اخرى، قبل الفن على كل حال مارست الرياضة، كي دخلت يعني في الفن حبست الرياضة على كل حال. ومصطفى عندك موهبة واحدة اخرى يعني الرياضة على هذه اللي درت الأغنية على أول على شباب رياضي بالكور، أنت وحتى نصر الدين قال لي دار أغنية على الشباب، ودرت أغنية على المولودية، جوج أغنيات ما هو أعلم على المولودية. وكيفاش هذه الفكرة هذه باش تغني على الفرقة؟ الفكرة على كل حال أنا كون ما خرجتش يعني ما خرجتش في النار لعلك نخرج رياضي، أنا نحب الرياضة. وتسمى كما كل فنان احنا الحاج مريس الله يرحمه في وقته غنى على المولودية اللي تحب تلعب سبور، فهمت؟ الحاج محمد العوقاني كان رياضي، الحاج مريس كان رياضي معلوم، كان يمارس الرياضة معلوم. والحاج محمد غنى على جياسوبي مثلا على البيار، لحمال الحراشي، لحمال الحراشي الى اخره. بصح حنايا ثاني انا غنيت على الفريق هذا اللي كنت يعني شباب صغير هكذا، غنيت في العراس وكذا، ومن بعد في 96 درت اغنية جوي جوي عزيزتي هذه على المولودية، الحمد لله ونالت صدى لاباس بها هاك على بالك. وانا عاود انا قلنا اغنية واحدة اخرى على المولودية تخرج الشريط يخرج اليوم ان شاء الله. مصطفى انت تمتاز بالمواضيع ديالك بالنوعية تاع المواضيع، اغنية شعبي معروف في الثمانينات راشدة درت بها ضجة، انا قالوا لي بلي عبد الرزاق قدني في نهار سمع اسطوانة عند بالو شكون عند عبد الرزاق شكون عند بالك؟ حال انا كنت يعني كنت ضل الهاشمي يقروا بي هو اللي يعني ما ماشي غير الاغنيه تاع راشده، ما اغنيه عداني عداني يعني كنت ضل من بعد باش ديكوفري الخبر هذا في الوقت هذا. ما يخفالكش كنت صغير يعني، كنت صغير يعني كنت بالك جافي 10 11 اون هكذاك. هذا يدل باللي مصطفى قديم في الميدان الشعبي. ما ننساوش خاطر بيسكو رانا مع اونسيان جينيراسيون كيما الشيخ حسين ولا مصطفى يوم لحقوا بلانقا وكانوا عند بلانقا يعني احنا منصر الدين ولا الاخ ياسين في النوفل جينيراسيون. مصطفى الناس راهو على يميني كما ذكرت من قبيل، وهو لاحظتوا بلي مواضيع اللي يغنيها مختلفه وطرق المواضيع عديده وكثيره، ومن ضمنهم كان واحد الاغنيه نحبها انا سمعتو غناها مره على العجزه. على كل حال هذا الموضوع هذا حساس، ومصطفى بيهضر على العجزة وخاصة على الناس اللي يدو هما اليوم يدو من دار الشيخوخة. مصطفى قل لي كيفاش جاتك هذه الفكرة هذه على الأغنية هذه؟ هي الفكرة على كل حال جات أنا وواحد الكاتب اسمه محمد سحيري، كتبناها شفنا الدائرة باللي حب يقول شوية بدات تاخذ لومبلوغ بدات تاخذ شوية، وحنا نتأسفوا لهذ الدائرة الظاهرة هادية. كنت طاير مع الطايرين واعي ماني من الغافلين نفهم كل معاني، كنت صحيح بصحتي متين ما نحقرش قلبي حنين محبوب عند صدقاني طايع والدية مربي ونقدر جيراني حتى اللي نحبو مقادر وما فضحتو عيناني نفهم رمشات عناني يا حسراها على زمان كي كنت على بيداني الناس تعرفني صنديد في صغري بيت برهاني واليوم الشيب كساني و
وقتي كان صعيب وعشته صبر والهم حملته صبر لون عانيت كنت صغير حضيري قريته واللي حفظته ما نسيته يفكرني في زماني كي نشوف واحد محقور ينضرب قدام عياني لازم نحامي عليه ما نبغيش الطغياني وما نحملش الحقراني وحسراها على زمان كي كنت على ديباني الناس تعرفني صديق في صغري بي القرآن واليوم الشي بكسان الباب وجا العساس يا الشيخ قال لي جاك النعاس كي غضت وغطاني اللي جابك قطع الياس ما يجيك ولا يولي خلاص مقواك يا الشيباني في دار العجازة لحني ومسح يديه كرماني غدر بيا وانا بنيتي ليلة العيد بكاني عيني بالدمع حفاني يا كي كنت على ديداني الناس تعرفني صمديد في صغري بين واليوم الشي بكساني يعطيك صحة مصطفى هذه كانت يعني ان شاء الله تكون الرسالة راهي لحقت لموليها وهاد الناس هادو اللي راهم حابين يبدوا موليهم دار العجزة ان شاء الله كي يسمعوك يبطلوا ويخلوهم في ديارهم ويصونوهم ويحفظوهم ان شاء الله. قول امين. امين يا رب. يعطيك الصحة مصطفى درك تروح واش من جيت؟ جيت من الحصة خصيصا يعني مادامها سهرة تقولها ولا تاعي كما قلت على البداية القعدة والحطة وكذا وجدنا شي لاخ موسيقى وتراث وجدت لك أغنية وين راكم يا أصحاب الفن؟ مسائية وين راكم يا أصحاب الفن؟ شي ناس اليوم ضيعوه بكلام وصوت مغبن ولا عملوا شيخنا في السلو. اسمع نوصيك يا النايم كاين شي ناس ما يحشموش مبليين على الدراهم رفدوا يديهم سلم وين راكم يا اصحاب الفن شي ناس اليوم ضيعوه بكلام وصوت مغبن ولا عملوا سياد ناس كلام وصوت مغبن الحاج العنق المشكور من دق منه ما ينسى شيخ الحسناوي المشهور الناس كلها دواء والحاج العنق المشكور في دق منه ما ينسى قدور شرشالي يا مغرور ما كان حد اللي عداه قدور شرشالي يا مغرور ما كان حد كل شي راه بالتمام الله يرحمك الحاج منور يحصرها على ذوك العوام روح صغير وزيد تبكى كل شي راه بالتمام الله يرحم الحاج منور يحصرها على ذوك العوام روح صغير وزيد تبكر تحمان الحراشي يا كرام كلامو شحال يعبر تحمان الحراشي يا كرام كلامو شحال يعبر وين راكم شي ناس اليوم ضيعوه ولي عملوا شي اقناس بكلامو صوت مغبن ولي عملوا شي اقناس كان يبرز القوال سمع نوصيك يا الفهم كلامه ضاوي تقول هلال المرحوم سليمان عاصم
ثاني فرز القوال سمع نوسيك يا الفهم إلى مضاوي تقول هلال المرحوم سليمان عازم وشريف خدام ضرب الجيال بصوت وعود مدراخم شريف خدام ضرب الجيال بصوت وعود مدراخم في الميزان عندنا عليلو خدم مجال في كل وطانا عبد الغاني قلال مثالو كل شي دار بالبيان الإيقاع عندنا عليلو خدم مجال في كل وطن عبد الغاني قلال مثالو كل شي دار بالبيان الطاير في النور اسمالو هذاك تصح فنان الطاير في النور اسمالو هذاك تصح شي ناس يوم ضيعو ولي يعملوا شي أخلاف بكلام وصوت مغفل ولي يعملوا شي أخلاف تحمل بن عاشور يا محلاه كيستخبر مايا وحسين وعبد الكريم داني بغناه سلم جميع العاشقين تحمل بن عاشور يا محلاه يستخبر مايا وحسين وعبد الكريم داني بغناه سلم جميع العاشقين والصدق البجاوي دقناه وحمد سري شحال بنين الصدق البجاوي دقناه وحمد سري شيخ حمادة تزهر قلوب بالنكسرة ومعاني وخليفة حمد المحبوب في المدن والصحراء داني شيخ حمادة تزهر قلوب بالنكسرة ومعاني وخليفة حمد المحبوب في المدن والصحراء داني محمد وشيخ الحاج طاهر الفرقاني وحن ننسى وشيخ الموب الحاج طاهر الفرقاني شي ناس يوم ضيعو ولي عملوا سياد نفس بكلام وصوت مغفن ولي عملوا سياد نفس اللي ما ذكرناهمش في الكلام في القلب ساكنين طول الحياة نشكرهم على الدوام داروا الواجب يا سادات اللي ما ذكرناهمش في الكلام في قلوبنا ساكنين طول الحياة نشكرهم على الدوام داروا الواجب يا سادات اللي عايش راهو في امان وربي يرحم اللي مات اللي عايش راهو في سلام وربي يرحم مات في سبيل الفن شعار وتحيا الجزائر قصة وتعب كثير فيه تحمس كم من ساير مات في سبيل الفن وشعار وتحيا الجزائر قصة وتعب كثير به تحمس كم نتاي علي المعاشي كان جدير صغال القول صبح ناير علي المعاشي كان جدير صغال القول صبح ناير في بلادنا عندنا ثقافة وإحنا مهتمين بالغير الجزائري ما زال يشفى كانت الجناس عليه تغير ياك حنا عندنا ثقافة شي ناس مهتمين بالغير الجزائري ما زال يشفى كانت الجناس عليه تغير عندنا كلش ما يخفى من الشعب يانا عليه الغير عندنا كلش ما يخفى في البلاد عليه وين راك شي ناس اليوم ضيعو ولي عملوا سياد نفس وين راك كاين شي ناس اليوم ضيعو ولي عملوا سياد نفس كلام وصوت مغفن ولي عملوا سياد نفس
الله يا الحباب ومعكم يا جيراني شرع الله يا الحباب ومعكم يا جيراني الله لا تنسى ياللي قلبي هواك شرع الله لا تنسى يا اللي قلبي هواكم جودوا عني ورضوا يا إلهي برضاكم شرع الله يا الحباب ومعكم يا عشيراني شرع الله يا الحباب ومعكم يا جيراني نبكي ما فات بكايا خليتوني نواح نبكي ما فات بكايا في كل مسا والصباح واك دمعت عيني جرايا شرع الله يا الحباب ومعكم يا جيراني شرع الله يا الحباب ومعكم يا عشيراني عطيك الصحة مصطفى والله غير درتنا كيف يقولوا أمبيونس مليحة وقاليز وقلنا في حكمه قريب لاد لاد كان ما يديش طاح قاليز هذا كل حال أنا بوكيت وانا مستوى هو جاري أنا على كل حال والفضل يرجع للفرقة الموسيقية يعني كانوا على باج أنا طوم تفيق على الموسيقية وما بين شباب شعراء شباب دوروا معنا شاعر شعر ياسين وبد مرحبا بك مرة أخرى السلام عليكم تفضل واش تقول في القعدة؟ مار لاباس فريمون حفاظ بزاف أنا نعرف اللي كتب أغنية تقول شكون فيكم يكتب وحطوا شباب وحطوا شباب يكتب لي جواب وتكون الكتيبة مفهومة شكون فيكم جربوا ذاك العذاب من فرق الأحباب ونطعن بطعنا مسموم هذه الأغنية غناها فردين قاليز وراه نجح بها وسمعناها في الإذاعة الوطنية وراو يخدمها في العرس حضرنا له حفلات وكمال كمال مسعودي كمال مسعودي يحصل عليك يا دنيا قلنا شو يما قل يحصل عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات سميني وقعدي حدايا وحاكيهم لي بيتابات ليش هكذا حاقدة وسمية ظلي تبدلي بالصفات تعدلي فيها غير بشوية عيت مع ذات كبارك تديتي عباد عزاز عليا وخليتي لي الذكريات هذا كلام قدرت تعطينا مقاطع واش كتب كاين وحده نقول واه 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 يا زمان تلفت لي الرابعه من السبوع عمرت لي قلبي بالمحان داخل القلب ضيق وهذا الضلوع كل ما نقول تريق راه بان تسبقني وتضرب بالقطوع انت بسم خرف الزمان وتمسح لي البسمه بالدموع فاتوا سنين كيساهم البرق كنت صغير والصغر ما يدوم زمان الشمس الدفا والشراق القمر مونس بنجوم بدلت النية بالنفاق ورد الجنان سقيت وسموم عريت شجاره من الوراق وطلصت الفرحة بالحموم اوه اوه اوه, أوه يا زمان يا سيني على الزمان غير هنيني تعاديت معه وكان من حقي نعاديه جراني بحيلته وكعييت رماني وحلفت بالله كي مرماني نرميه زمان زمان كان زمان زماني اليوم زمان ضار وتبدلوا ماليه عطيت له الدنيا وقلت له بركاني وخليت له جرحي بالات الدواه مشيت مع الزمان مسلح بصغري وشايف الدنيا بعقلي تصغر إذا حبس نحبس إذا جرى نجري تاكل على الأحباب ما نخافش كي نعطر وبدات ليامات تبيض في شعري وبدا السلاح يرشى وظهري يتبحر الحبيب واللي عدو قطع في ظهري ومصعب الضربة إذا جات في الظهر نجمة صيدة غرامي ماشي زماني لا هذه هي نجمة نقول محلكم يا نجوم يا مونسين القمر يا مصباح الليل نحكي لكم سري يبان زينكم في ظلام هذا شي حير تحجبوا على الناس ترحلوا صباح بكري كل النجوم واقفين في رحمه وستر غير نجم الزهري اللي راه تجري قرات من مكانها احبك تسافر قالت عندي الزين وسلاحي صغري
ينجم اهدي راه قريب الفجر وين رايحه في الظلام بالك تتبحري راه قلبي هو كره صفر واعر ابقاي معايا نديرك في بصري درتك فوق ريسان قاده العسكر في تاج الملوك وهذه من بكري درتك في الاعلام فرح ولا يفرفر فوق قبه القصور وعطيت لك عمري عزيتك كثير درتك في المنبر وكانت بعد ما نموت في شواهد قبري ابقاي معايا راه ربي قادر يجمعنا في الخير ولا شكون يدري قالت لي قريت عند واحد الشاعر ابيات على الزهو وانا دق خاطري كلامه كان سهل بلا ما يفسر اقنعني وقررت نجرب زهري يا نجم الصبر راه مليح الصبر وما فيهش كي السطره اللي مدحك وري قالت لي المكتوب كل شيء تمقدر وزيد نجوم كاينين نشوف واحده غيري اللي كان بيناتنا خلاص نعاودو من الاخر انت شوف ما دير وانا نعوم بحري وين درتي حبيبك في صبحتي ضحكت وقالت حبيبي في حبيبي تم بدا الدمار درتي يدي على الصدر ومكتبت الخباط خرج قلبي من ظهري جازيتيني بالغدر يعني جازيتيني بالنكر يا نجمة الغدر لكني وقت بقدره البالي بقدره الباري الدفله مره انا عندي السكر من كثره المرار اللي دختهم صغري مردموني جبال ماكلاني البحر كلي شي غبار ونفتهم شعري انا الشعر ما قريتش لكني نهضر نقول واش نحس ونوزن بعباري اللي قراك الزهو رديتيه شاطر ماهوش هو العالم من كلي درالي سيب شعره غامل مصدد ومزنجر بينه وبين البهيم الفرق شواري يرد عليا اذا كان شاطر نشبعو قافيه مشكله بالبالي ما تروحيش لبعيد يا شهبه الغدر تزغدي شويه من بعد تغبري انا قلت ليا انت قلبك حجر تبقى بيناتنا وتعيي تفكري نختم كلامي بالمسك والعنبر وصلت على الحبيب ريحه نواري صحابه الكرام عمر وابو بكر نذكر اسمهم من نور داري وعابد ختم شهد واستغفر وبعد سلامه لي في الهوى قاري كمل مسعودي بوطار وحاضر وما زالوا اثنين شاهدين في البالي هذه هي يعطيك الصحه يعطيك الصحه باش نقعدوا في الموضوع يا سي الشاعر مصطفى كتب نصردين كتبت انت كتبت شويه حسين سعدي حسين سعدي قبيل كي كنت نسمع في مصطفى يغني على الشيخ انا تفكرت غنية تقول العيارين تلايمو العيارين تلايمو هاد كانت محاولة ما تقول 75 ماني الشاعر بصح نكتب كي يكون عندي شي وقت كتبت العياري ودرت لها اللحن ديالها وشاب ولي حكم هكذا ونعرفوا في الميدان في الشعر الشعبي كاين شاعر كبير على كل حال مصطفى التومي كتب للحاج محمد بن عوقات كتب له سبحان الله يعطيك وكتب لك على نسقسيك انا ما على باليش نسقسيك يا هل دارا ريحاويل لين نكتبها لك مصطفى التومي الله يذكره بالخير في 75 كان كتب لي ريحاويل وكتب ثاني كي اليوم كي زمان العمر العشاب ذاك الوقت الله يذكره بالخير ثاني وريحة ويندق على كل حال يعني نسمعها كاين شباب كاين شباب وما يغنيوها والو ماهيش مكمولة بصح لاباس بها من ضمن هاد الشباب كاين محمد رضا اللي غناها دار لها ارونجمون تهذيب موسيقى وتوزيع موسيقى عصري وكاين ديدين كاروم اللي غناها غير كيما سجلها وحنا عرضناك مقبل شفنا الشريط هذاك ريبورتاج عليك كرسام على كل حال اللي كانوا هنا كان ربما الناس اللي يعرفوك كفنان مغني ما يعرفوكش كرسام راهم شافوا ريبورتاج وكاين اللي يعرفوك كرسام ما يعرفوكش مغني وحنا ماذا بينا هذو اللي يعرفوك كرسام ما يعرفوكش مغني احنا حبينا دوك نبنيوها لك هنا نشريوها لك ونبديوها على راسك في الريبورتاج قبيل سمعنا واحد استخبار سيكا نعم يعني للاسف مقطع صغير وما ما دقناهش مليح واش تقول جبنا دربني في قاعد بين الناس تقدر تقول لا بصح كاع يلوموك ما نقولش لا الجماعه التقنيين ولا كل حال قاعده لا الحمد لله ما ان شاء الله نكونوا في المستوى قاعده كيما هذيك يكون واحد مغني حدا ولا يكون برا ويشوف القاعده ماذا به يجي ويشارك والله غير يتشوق القاعده ذاك ولا هي غني خويا حسن قلبي معدوم الهوى مكمول الزين رانيا سامعين الحب وفاز
في خاطر من هويتش عند نار البيت. وفضح لي شي نكميت والصبر ولا لي او يا مهبني هويك خاطر من هويتش على النار البيت وفضح لي شي نكميت الصبر ولا غالي يا ما بني هويك ليمي يعذر من داري بنات قولوا ليمي يعذر من داري بنات لهو القصرة من شعبها تيه عنا بتشفن لنبعث لي غان لنهاق العدا عدا هو لنهاق العدا على هوا بوداي ادهاني وانت قلبي بحبها بعد ديال الزهور ما صبتي غدا ولا جبرت دوال جراحي تنبدا عند مشفار راح توافي عش سبابي وملتقات نعادي بنعود عشتي بخنادا اضراف العهد تبقاي تبدا ما كنش مالها حياتي راح تروحي تصايلة عند برم عيون سود من لا يهوى قلبي تعب عيون سود من لا يهوى قلبي تعب خلق الساكن من لبي حص وجنات من قربي وعازم راح يسبي زاد تعبي مش بعد بي علاج قلبي زاد تعبي مرش فعد بي علاج قلبي ريق رحيق في بداني ودي غرضا في مرجاني دمي ولادا ندير بيها سهران بجود كابدا نزيد نشادي شرط غنادي ريد من جيدها الفايق جديد من عود عشقي بخنادا يا ضراب العهد تبقاي كابدا شمالها حياتي راح تروحي تصاينا عن بذور المنعوم. الله يعطيك الصحة. يعطيك الصحة حسيت انت عارف هنا مولف نسمعك. نعم. صح اليوم راك خدمت عنقاوي 100%. ايه خدمت عنقاوي راك درت لنا جوع عنقاوي هنا على بالك قهوة ولا فاي ولا حتى وجبت لنا السؤال الله يبارك. C'est une très grande relève pour l'Algérie. Elle est pour Hanis. Chabab. Monsieur Chabab, Chouka, Chouka, classe à part entière. D'aller trop là, d'aller très très trop le qui m'a Abdel Zakine, Fonsor Del Gali, Zoum Staff. Elle a dit Chouka, classe. Classe. Wallah, il a dit. Pas de coule, homme, chaque dame, la brique. Il te finit, mais on va le mettre de jeu. Mousta, où est-il, mais l'homme, Inch'Allah. Comment les chaches ont le blé, tout le monde, c'est Inch'Allah. ضيف يا اخي ضيف وانت راك ضيف ضيف كما كان يقول الشيخ حسين يعني اعترفوا به لانه الشيخ قبل علينا قديم علينا يعني هذيك الحال هذيك الكميه اللي وراها قبيله الروبورتاج تاعو كنت صغير انا دراري كي كان هذا الدرس استخبار سيكا هذاك مع العنقة يعني ما بين التلاميذ كاع تاع العنقة الحاج محمد الله يرحمه جبدوه قال انت دير الاستخبار هذاك تاع سيكا
دونك انا نقول باللي ما ماشي انا اللي نقول الناس اللي تحكم يعني كيفاش عرفت انا حسيس بنعرفوا طرافير الشاشه الخطا داروا لوماج تاع لهم الله يرحمه هو بداتو لو معايا هنا عيط لي اللي شيخ رواح سلم عليا قال لي نسمع قا واش راكو ديروا شي هذا شارف لي انايا وهذا تواضع من تواضع نعم هذا واش عندي نقول انا هذا واش عندك لازم عبد الرزاق ثاني حضرت له في سهره وفرحت بزاف مصطفى كذا موت لك يعني حسيس الهوية كبرنا كيف كيف يا سيدي كبرنا والله تعرفوا ملي كنا صغار الحمد لله والله وان شاء الله في المستقبل الحصات اللي جايين يكونوا ثاني شيوخ وحبابين عبالك حسيت الله راه انا راك راني بديت من غير حضرت له حضرت له حضرت له انا ما هدرتش عليا يا خويا انت خليت معك عرس يا سيدي معك عرس ليك يا قولها ليك يا بنات الله يعطيك الصحة والله غير والله غير فرحتنا حسيس درك درك ايه هذا احنا جينا نسمع شي هذا هو هذا هو الشعبي مد الميكرو لنصر الدين قاليز خاطر نصر الدين قاليز هضر هضرنا من قبيل وهكذا ونصر الدين قاليز نعرفوه دار المدرسه دار الفنون الجميله يا حسيس دار الفنون الجميله بصح في الموسيقى ومن بعد راح واش واش من الجمعيه الموسيقيه الاندلسيه الجمعيه الاندلسيه هي مدرسه خارجيه وكان لي التكوين تما مده 14 سنه نقول انا باللي يعني استفدت هذه نصيحه نمدها للشباب اللي كيما انا اللي تحتي اللي مازال جايين اللي فوقي انا نقول باللي سون باز يعني انت تقول باللي الافضل مغني شعبي يقدر لازم يفوت شي عوام في الاندلس نعم. باش يقدر يتحكم في ما نيش نقول يعني شي واجب يعني انا نقول رايي انا نعطي رايي يعني من الاحسن من الاحسن من المستوجب يعني الانسان يدير يجوز على المرحله تاع المدرسه على خاطر واحد الوقت انايا بالله ما قلت انا كنت شاب ونتعلم تعلمت برا نخدم العراس نخدم هنا الحق وين يعني ندير استخبارات ندير ما نعرفش باريزون ندير من المايا ولا زيدا ما نعرفش ما تعرفش تسميه ما نعرفش نسميهم مالور كي دخلت نعرف واحد ولا زوج كي دخلت وليت نعرف ما معناه الرمل يعني الرصد رصد الديل الغريب السيكا المزموم هذو كاع طبوع اللي كانت مخفيه عليا يعني ما نعرفش بلي كاين 24 طبع في كل طبع كاين نوبا شغل السائق اللي ما عندوش رخصه تاع السياقه ما يقدرش يسوق واحد اللي يستخبر رمل ما وما يعرفش يسميه ولا يستخبر زيد ما يعرفش يسميه يعني ماشي ماشي تما قاليد نعم جبت لنا اليوم قصيد الحوزي جبت قصيد معروف تاع محمد بن مسايب رحمه الله اللي كان شاعر في قرون 18 قرن 18 ومعروف لدى الجميع اللي كان يغنيه بكري شيخ حمادة رحمه الله وهو باسمي تاعو يا الوشام يا الوشام تخيل عليك سايس العذراء وحضيها الشعر يعني في القصيد هذا يعني الانسان لما كانش حافظ يقول لك خذ الحفظ اللي يواتيك يعني يقول من الاليف حتى كاع الحروف الحروف كامل يسمى تاع اللغه العربيه بالاليف نقول كذا وبالباء نقول كذا كل بيت يبدا بحرف من الحروف ما يخبرش باللي يعني باش نعطي قلت لك نحب نمد اللائحات انا يعني باش قلت لك باش نفيدوا الجمهور نفيدوا لا باش نفيدوا يعني الشيء القليل اللي عندنا يعني نوصلوه للجمهور المشاهد الكريم وبيناتنا نتفايدوا يعني الشعر هذايا الشعر كما كنا نقولوا قبيله تعطينا لمحه على الاندلس والشعر ديالك ما عاودش نولي نفرغ منه يعني القصيده في حد ذاتها هو الشعر الملحون القصيده مخدومه من الطبع من الطبوع والهواء تاع الاندلس ويعني باش ندخلوا في الشعر يعني الشعر الملحون هذا ينقسم كما نقولوا فيه الظاهر الى اثنين فيه الظاهر وفيه الباطن يعني الظاهر اللي به هو اللي معروف به يقول اللهم صل على النبي ابو القاسم طه شريف الاسم صاحب الختم والمعراج واللي هو صاحب الحلا والذات سيدي محمد القيق هذا معروف مدح النبي جد نحكوا على كاين قصائد اللي ماشي باينه يعني باطنيه يعني لازم الانسان يكون في واحد درجه تاع علم يقول لك مش عارف تاع ماشي نابورت كما يقولوا الشيخ كاين في قصيد واحد اخر يقول لك الجاحد عن رمز فنوني عاجز سره يتعزى
ما ينجمش يفيق، يعني الانسان غير اللي يكون فايق. حنا نعرفوا باللي الشيوخ اللي كتبوا القصائد كانوا علماء في ميادين. نعم، كانوا اولياء صالحين، كثير منهم اولياء صالحين. وكانوا كان عبد الرحمن المجدوب، سيدي دريس احمد، سيدي احمد بن دريس العالمي، الاخضر بن خلوف رحمه الله، وهذو كاع يعني قتلهم. عندما نقول يعني نزيد ندير يعني عفسه صغيره يعني نجوز عليها، عندما نسمعوا قصيده، وكاين بزاف اللي يقول لك يعني الشعبي هذا كما كان، انا ما نتوافقش مع ياسين قبل، يقول لك انا نقول الشعر بالقول تاعنا. لا لا، مش قول تاعنا، يعني ما الدرك يعني السكون اللي فوق القصيده، يعني كي نسمعوا القصيده يقول زرت ورويت من مدامو وعمر جبحي وعاد مالي وكمل قصدي فاش جاني ذي اللي قالوا. نكتبوه بلغه عربيه وبالكتاب عندي، نكتب زرته ورويت من مدامه عمر جبحي وصار مالي. اللفظ يكون مسكن برك، زرته ورويت، وزرته ورويت من مدامه، يعني على لغه عربيه محضه كما الاندلسي. الاندلسي هو كلاسيك، الهوى دل الاسود عطف وجود بالذي انشاك، نار قلبي في وقود، يعني عربيه كلاسيكيه. أما الاندلسي باش نقعدوا هنا في الاندلسي، انا ماذا بيا لو كنت جبنا حويجه هكذا قبل ما تقول لنا القصيد، جبنا حويجه وحدك بلا الجو دبر راسك ولا حصلوك درت زيدان. جبنا الهوى، علاش الهوى بالاسود يعاونوك، يعني تحتاج معاونه من طرف الجوك. هاك درد زيدان، جبنا وصيد. الهوى دل الأسود عطف وجود ذي الذي انشا بها. دخيل عليك كن حذر فهم نوصيك، احفظ الحظ اللي واتيك، مولدي بالك تبيعك
الزناد والعساكر حتى القيام طبول تراب يا للجانبية بهجة السراب والقطب ومنازل والديار شيد البنيان والأسوار وعمل العزة تحضية دخيل عليه دخيل عليه سيسرع درالة تجمر الصعب الكواكب نور ويسطع الشمس والقمر يتبع بالليام والليالي والقدام ما يخرب الكاسيه امل الجيم جمال الزين والرا والحاجب والعين والبيض الناصح مسكين طبع حمور وخطيه امل الحق حله وحلي تحمل انا يا علي يا سعد مني بات مسلي عندها تعرف فيها عمل الخط خل مورد عنبري وقبياض لخدم كل من راها وقت الصان خايف من لاحظة عينيها دخيل عليك دخيل عليك تيس العدرة لا تأتيها عمل الدال دلال بهيج من كل البياق وتويج تحت الثيت مخلش تخليج طبع مناقش ودنيا اعمل بال من ذاوي العسل منهم كله طنيتا هزمة الروم وجند العز خايف من العدو يديها اعمل الرع رمز المحبوب اجمع الطالب والمطلوب عمر الجدول بالمقلوب كل شي مرسوم فيها اعمل الزاير زارت الغصان العلالي للبعد يبان والطيور تحنن تحنان والبلبل جاب جيها دخيل عليك دخيل عليك اعمل الطع اعمل الضع غبيت الصبيح فيه يتونس كل مليح طار ورباب والعود يصيح والكياطر بين يديها اعمل الكاب كتاب عجيب شغل طالب احكي من البيب فيه كل شي بترتيب جابت تسير معانيها اعمل اللام لي من يقراها اكتم السر وفهم معنا كل ما يطلب من مولاه حشته يبغي يقضيها
اعمل الميم مياه كفور منخصص في جنان بالصور اجعل منازه يا مغرور يا مكي البيها الدخيل عليك الدخيل عليك اعمل النون نوار طريق ربيع مصنف تصنيف قبل ما يدخل حر الصيف جاه مطح وجاليها اعمل الصال اصحاب الله وانطرب معاهم بالسهوة ركب سفاين بحر السهوة وين ما حبي ترميها اعمل الضاد ضيا العيني حد ما يوصلها في الدين الشمس والقمر وبدور خرين شرقينا على خديها دخيل عليك دخيل عليك ضيا العيني حد ما يوصلها في الزين الشمس والقمر وبدور خرين شرقينا على خديها اعمل العين عيون وخاح نايمين وشفرهم تفاح المراشف للقبل ملاح الريق مثل الشهد فيها اعمل الغينة غرفة من عاج والديقان سجاج فهي كل بدر الوهاجة اش يجمع شملي بيال وشال اعمل الفقر اشه الجودة زه علي مرفود اشمع بالحس كام وقوده والخيل يميل عليال وشام عمل القاب قمر ونجوم واسمع بالجو المعلوم عمل اللازم والمنسوم كل من ذاتي راعيال وشام تخيل عليه لالي سبع انتباق فيها يهوى والعشاق زين ومايل وشافيها عال وشام اعمل الشين اشهر وعوام اجمع ليالي وليام لا تخمم فيهم تخمام كل يوم في القضاء واجلي عال وشام ليس العاد رواح يا من يجمعني بيال وشام اعمل الواو وكون غريب ركب حروفك بالتاليف بعد الواو اعمل مؤليف وظريفة احلاها ديال وشام اعمل همزة همزة نحير جمع الراي مع التفكير
من سيف طالب التحرير من جهنم واليا لطيف يا إلهي اغفر لي ما فات اغفر للنظم والبيات بعد مية وآلف مضاد عام عشرين يتكلم بيان والشام بخيل عليك بخيل عليك بين العدالة وحضيال والشام دخيل عليك رطب يدك لا تديال والشام ما لازمش ننسى الفرقة الموسيقية اللي راهي كانت هنا ودارت مجهودات وخدموا مع الفنانين الفرقة الموسيقية فيها شباب وشباب هادو نقول أساميهم على كل حال كاين عمر موهوب في البيانو كان قدامه خير الدين مكاشيش فعلى آلة الكمانجة وقدامه كان عبد الغني مختاري اسم مختاري معروف إنسان معروف محمد مختاري موسيقار كبير وده وليد عبد الغني قدام عبد الغني كان محي الدين إبراهيمي في البونجو جيتار وبونجو تينور بالجوزي حكيم على آلة الطار حميد حمان وفي الدربوكة الإيقاع إبراهيم عبقاد على كل حال يعطيكم صحة القهوة واللاتاي خلصت وإن شاء الله رانا كنا في المستوى وعطيكم صحة وحنا نطلبوا من الجوقي يديرنا موسيقى تعبقوا على خير باش هكذا نكملوا الجلسة